بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء طلاب أولى قوة، تحياتي لكم جميعا ودعواتي لكم بدوام الصحة والعافية، ودعواتي بربنا ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا ويحفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، وإن شاء الله نتقابل في أقرب وقت بإذن الله رب العرش العظيم. معكم الدكتور محمد حسن الأكسيري، أستاذ هندسة الإنتاج بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وإن شاء الله هبدأ معكم في الجزء الثاني من مادة هندسة الإنتاج. وكان الأخ العزيز أخويا الدكتور علي المصري بدأ معكم في الجزء الأول، وكان أعتقد اللي هو كان متضمن جميع عمليات التشغيل، جميع عمليات التشغيل. وزي ما احنا عارفين ان عمليه البرودكشن انجينيرنج او المانيفاكتشر انجينيرنج هي بترتكز على ثلاث ركائز اساسيه، هي ما يسمى بالفورمينج بروسيسز اللي احنا هنتكلم فيها، ثم الكاستنج بروسيس، ثم الماشينينج بروسيس ان الدكتور علي المصري اشتغل معاكم فيها. والجزء الاخر اللي احنا هنبدا فيه اللي هو ميتال فورمينج، وهي عمليات ما يسمى بعمليات التشغيل. وبنشوف كتير جدا من المنتجات اللي احنا بنستخدمها او البرودكتس اللي احنا اللي قدام عينينا معموله بهذه العمليه، وهي يعني اللي انت لازم يعني وانت لو انت بتفكر ان انت تنتج اي جزء من الاجزاء لابد تفكر الاول خالص في عمليات الفورمينج بروسيس. زي ما هنشوف دلوقتي فيها عده عمليات، فلازم تفكر فيها الاول. اذا لم تستطيع الحصول على المنتج باستخدام هذه العمليات، ثم ابدا افكر في الكاستنج بروسيس، ثم بعد كده في عمليات الماشين بروسيس. فهم ثلاث ركائز اساسيين بتعتمد عليهم عمليات الانتاج كلها او عمليات التصنيع. فنبدا ان شاء الله دلوقتي في اول حاجه لازم اللي هو في الميتال فورمينج وعمليات التشكيل، وهي عمليات اساسا ما يسمى بالبلاستيك ديفورميشن. احنا عندنا ما يسمى بالالاستيك والبلاستيك. كلمه بلاستيك معناها التشوه عفوا معناها التشوه اللدن او التشكيل اللدن او التشكيل المستمر. يعني ما جيش انا بعد ما اضغط على الشغله واشكلها، وبعد ما ازيل القوه اللي انا اثرت عليه بيها يبدا يرجع المعدن شكله الاصلي. فعمليه الالاستيك والبلاستيك دي من اهم الاشياء او اهم الخصائص الهامه جدا لكل ماتيريال. كل ماتيريال له رينج معين بيتعامل في منطقه الالاستيك، ويقدر بعد ما انت اثرت عليه بقوه، بعد ما تشيل القوة المؤثرة عليه او القوة المؤثرة عليه يبدأ يرجع لشكله الاصلي. يبقى انت كده عملت تشكيل. التشكيل اساسا هو بلاستيك ديفورميشن. لازم اخش في منطقة اللدونة او منطقة الاكتر من اليلد سترينث زي ما هنتكلم دلوقتي للماتيريال. يبقى عشان كده بقول لارج جروب اوف مانيفاكتشر بروسيس ان ويتش بلاستيك ديفورميشن از يوزد تو تشينج ذا شيب اوف ميتال وركينجز. يبقى في اول جمله عندنا كده ان احنا نخلي بالنا ان جروب كبير قوي من عمليات التصنيع بتتم بهذه العمليه. الحته المهمه قوي انت تبقى عارف ان جميع عمليات التشكيل بلاستيك ديفورميشن. يعني ايه بلاستيك ديفورميشن؟ يعني المعدن لا يستطيع ان يرجع لشكله الاصلي بعد ما اثر بقوه، بعد ما زيل القوه المؤثره عليه. ذا تول يوجوالي، يعني دايما عمليات الفورمينج بتتم باستخدام ما يسمى بالداي، اللي هي يسمى في كده القوالب او يسمى ب الضاي. دايما عاده لازم طبعا عشان تتم عمليه التشكيل لازم استخدم فورس، والفورس يضغط على اريا معينه، ويبقى لازم عندي ستريس معينه لازم ابقى اكون مستخدم. كل ماتيريال من المعادن في حاجه اسمها يلد سترينث اللي هو بيسموه اجهاد الخضوع، واللي هو الحد الفاصل المهم جدا ما بين الالاستيك ريجون والبلاستيك ريجون. يبقى انت لازم وانا بشتغل لازم تكون القوه المسلطه او الاجهاد المسلط على الماتيريال علشان اقدر يعني يحتفظ بشكله بعد ما ازيل القوه المؤثره عليه، لازم اكون انا معدي اليلد سترينث. يبقى اليلد سترينث بيسموه جهاد الخضوع، اللي هو الجهاد اللي عنده بعديها هيبدا المعدن يخضع ليك للتشكيل ويحتفظ بهذا الشكل. كل ما زود القوه بقى بعد اجهاد، كل ما زود الاجهاد بعد اجهاد الخضوع، كل ما كان المعدن هيتشكل معايا ويحتفظ بشكل. زي ما تيك شيب ديتيرم باي ذا جيومتري اوف داي، هم اول اللي احنا بنشتغل فيه على طريق الاستنباط. شكل الاستنبه بيلعب دور مهم جدا جدا. بعد كده عندنا انواع الاستريس اللي موجوده في عمليه الفورمينج. معظم العمليات اللي بتتم عمليه الفورمينج انا بستخدم ما يسمى بالكمبريسيف استريس. كومبريسيف استريس
في عملية الفورمينج هناخد أمثلة كده. رولينج دي عملية فورمينج، فورجين اللي هي عملية الحدادة، عملية فورم اكستروجن عملية البصق، عملية الرجع بيسموها عملية الدرفلة. يبقى دول ثلاث عمليات مهمين جدا بستخدم ما يسمى بالكمبريسيف سترينث، واللي لازم يبقى أكبر من اليلد سترينث اللي موجود عندي عشان يحصل. في عمليات أخرى بتتم برضو عملية التشكيل، لكن مش كل العمليات كلها بكمبريسيف سترينث، لا. يبقى في عندي اللي انا بعمل استريتش مط كده الجزء زي الجزء كده بتاع الطبق بتاع الدش هنا، لا بيستخدم تنسايد. في بعض اللي بعمل عمليه البندنج، وعمليه البندنج هي عباره ان في لير بتتعرض لكمبريسيف استريس وفي لير بتتعرض لتنسايد استريس، برضو ناخد بالنا من هذا يبقى احنا عندنا تنوع، عندنا شير استريس في عمليه الشير بتاع السبيننج، بيبقى المعدن بيكون متعرض لشير استريس. يبقى بتتم عمليه الفورمنج معظم العمليات هي كومبريسيف استريس، لكن لا يمنع ان احنا عندنا عمليات اخرى ممكن تتعرض او الماتيريال بيتعرض لتنسايل ستريس. ممكن وانا بعمل بيندنج ففي جزء من الماتيريال لاير معينه سواء الاوتر او الانر لاير بتتعرض لكمبريسيف، ويبقى الاخرى بتتعرض لتنسايل. بعض العمليات بتتعرض لشير ستريس. المواد اللي انا بستخدمها او لازم يعني لازم يبقى ابقى عارف الماده اللي هي تقدر تتشكل معايا، يعني لازم كده لازم عندي فكره ان كل ما كانت الماده اللي انا هستخدمها او الماتيريال اللي انا هستخدمه يعني سهل التشغيل، سهل التشكيل، له خواص معينه تسهل تخلي عمليه التشكيل بتاعتي سهله ومش محتاج يعني ولا باور عاليه ولا فرصه عاليه، لازم يبقى عندي بعض البروبرتيز اللي هي تفضل تكون موجوده للماتيريال اللي انا بشكله عشان تبقى الاحتياجات اللي من ناحيه الفورسز ومن ناحيه الاستريس تبقى قليله. ديزيربل ماتيريال بروس، اهم حاجه عندنا الحاجات المرغوبه فيها او الخواص اللي يجب ان تصف فيها هو ما يسمى باللو ييلد سترينث. كل ما كان عندي المعدن لو ييلد سترينث كل ما طبعا افضل. ليه؟ ليه حاضر اشكله باقل استريس، بقدر اشكله باقل استريس، فبالتالي عندي هاي داكتيليتي، لازم يبقى عندي المعدن ده المطليه بتاعته عاليه، يعني والمكان المطليه اللي هو بيستجيب ليها للتشكيل والتشغيل بدون تشوهات. معدن كده سهل التشغيل، سهل التشكيل، بيدي وانا بشكله بيستجيب معايا بسهوله ونص. يبقى بناخد بالنا من الحته دي. يبقى اول حاجه انا محتاج اليلد ستريم بتاعه منخفض، يكون قليل عشان اقدر اخش في منطقه البلاستيك ديفورميشن في باسرع ما يمكن، مش بعد ما اطبق ستريس عالي ابدا اخش. لكن طبعا في مواد طبعا اليلد الستريس بتاعها عالي ولازم اتعامل معاها، لكن هنشوف دلوقتي ازاي اتعامل معاها. لازم تحصل عمليه التسخين، ولازم اعدي منطقه معينه في التسخين عشان يقدر بعمل له عمليه زي سوفتنج كده، ثم بعد كده ابدا اشكله. These properties are affected by temperature. الحته دي المهمه بقى، خلي بقى انت عاوز اللو يلد سترينث، عاوز هاي داكتيليتي، ده الخاصيتين دول مهمين قوي وبلعب فيهم عن طريق درجات الحراره. هل اشتغل المعدن على يعني هو كده كولد، هو بارد كده، ولا بضطر اسخنه؟ ولسه هنتكلم في الحته دي شويه. داكتيليتي انكريز، خلي بالك بقى، بص بقى انت عاوز هاي داكتيليتي، طب عشان ازود الداكتيليتي اعمل ايه؟ انت عاوز هنا هاي داكتيليتي، طب عشان ازود الداكتيليتي انكريز اند يلد سترينث ديكريز. حته مهمه بقى قوي، الاثنين دول حلوين قوي، امتى؟ وين ورك تمبريتشر از رايز. يبقى انت لو رفعت درجات الحراره هتقدر تحصل على مطليه كويسه عاليه، هتحصل على يلد سترينث منخفض، وهو دول اللي انت عاوزهم علشان تتم عمليه التشكيل. بيزك تايب اوف ذا ديفورميشن بروسيس، عندنا عمليه التشكيل في او عمليه الديفورميشن مهمه قوي، بنقسمها لنوعين كده معينين. الاول خالص ما يسمى بالبارك ديفورميشن وما يسمى بالشيت ميتال وول. لو انا بستعمل ماتيريال، رو ماتيريال عندي باحجام كبيره باشكال كبيره بدايمنشن كبير عشان ابدا اشكله، يبقى هناخد دلوقتي تعريف دلوقتي ايه هو البلك. يبقى الكتل الكبيره ديت او الاحجام الكبيره احنا شغالين بلك. لو انا بشتغل بقى في الشيت ميتال وورك اللي هي الحاجات اللي هي الشغل فيه اللي هي الصاج اللي هو سمكه بيبقى قليل شويه، ما بيبقاش كتل كبيره ولا حاجه، وبيبقى مساحه الايريا بتاعته كبيره ولكن السمك بتاعه صغير. فده هو عباره عن البيندنج والديب دروينج وعمليه الكاتنج. لكن عندي في البلك فور ديفورميشن اللي هو او في البلك ديفورميشن او البلك فورمنج اللي احنا هنشتغل فيه، عندنا عمليه الرولينج بتشتغل مع البلك مع الكتل الكبيره شويه،
حتى لو انت بتعمل كذا مرحله، عمليه الفورجنج اللي هي الحداده، عمليه الاكسترود اللي هو الباسك، عمليه سحب الاسلاك او سحب الاعمده اللي بارات البار درون. لكن في حاله الشيت احنا لنا، فعندك هنا التشارت هنا تبين لك الانواع المختلفه. خلي بالك من هذه التشارت، مهمه قوي اللي هو عشان تبقى عارف ايه هي الطيب بتاع الديفورميشن. يبقى عندي هنا الميتال هنا، يبقى ممكن بارك ديفورميشن، عندي عمليه الرولينج، عندي عمليه الفورجنج الاكسترودر واير درون، عمليه الشيت، عندي هنا عمليه الشيت وركينج، عندي عمليه البيندنج بتشاف الشيت الديب درون. يبقى عندي التشارت دي مهمه بالنسبه لك، وحاول تتدرب عليها كويس. عندنا بعض الترمينولوجي، عندنا بعض التعريفات المهمه قوي عاوزك تبقى تاخد بالك منها في الاول خالص كده، تقراها كويس تعرفها كويس. حوالي 6 تعريفات، ما يسمى بالبلوم والبيلت والسلاب والبليت والشيت والستريب. احنا عندنا في اللي بيخرج من المسبح حاجه بسموها الانجوت. يبقى انت المسابك اصلا هي المصدر الاساسي بتاعنا، بنجيب كل الرو ماتيريال اللي موجوده عندنا اللي انت عاوز تشتغل عليه بانواع مختلفه، ثم يتحط في افران بيبقى ميلتنج، ثم يصب في قالب، ثم يخرج على شكل كتل كبيره احنا بنسميها انجوت. هذه الكتل تبدا تخش في عمليات اخرى ممكن احصل عليها من السباكه بابعاد صغيره، او اعمل لها عمليه درفله، دي احنا بنسميها البلوم. البلوم ولازم الكروس سكشن بتاعها، تخلي بالك الكروس سكشن بتاعها بيبقى اكبر من 230 سنتيمتر سكوير. البيلت بيبقى اقل منه شويه، البيلت بيبقى اقل منه شويه، ومقطعه هنا هتلاقيه مقطعه مربع، مقطع البيلت ده البيلت برضه هنا بيبقى ماشي بالتدريج كده. يبقى عند الانجوت هي دي اكبر شيء، ثم بحصل منها على البلوم، ثم من البلوم او ممكن احصل منها على البيلت. يبقى از برودكت اوبتين فروم فارزا برودكشن باي هوت رولينج، كروس سكشن بتاعها بيبقى اكبر من 40 في 40 سكوير مليمتر سكوير، مليمتر خلي بالك مليمتر سكوير. السلاب نفس الكلام، بس الكلام هتلاقي اذا هوت رول برضه كروس سكشن بتاعها هنا لازم يبقى عندي هنا 100 اكبر من 100 سنتيمتر سكوير، والثيكنس بتاعها يبقى ده عباره عن مقطعه مستطيل، السلاب مقطعها مستطيل. البليت طبعا ده خلي بالنا بقى من حته مهمه قوي، ما الفرق ما بين البليت والشيت؟ البليت اللي هي الالواح العاديه، وده بيبقى مقطعها مستطيل لكن سمكها اكبر من 6 ملم. يبقى انت لو لقيت جزء اكبر من 6 ملم، هو شكله زي السلاب كده بس سمكه اكبر من 6 ملم، احنا بنسميه هنا بليت. والبليت دي كل الكلام ده هتبقى جاي من السلاب، هنشوف دلوقتي التشارت اللي جاي. الشيت بيبقى السمك بتاعها اقل من 6 ملم، وعندك طبعا الويتس بتاعها هنا كبير، الويتس ما فيش مشكله، اللي هو المهم السمك عندنا، خلي بالك من السمك. يبقى الفرق واز ديفرنت بتوين شيت اند بليت، يبقى تاخد الفرق ما بين البليت السمك بتاعه اكبر من 6 ملم، اما الشيت بقى اقل من 6 ملم. عندي بقى حاجه بنسموها الستريب. الستريب عندي هنا تخلي بالك بقى نواتي، يبقى عندي الستريب بيبقى عامل زي الشيت كده، يبقى عباره عن جزء السمك بتاعه اقل من 6 ملم يبقى كانه شيت، ولكن الويتس بتاعه اقل من 600. لو الويتس بتاعه اكبر من 600 ده بنسميه شيت. يبقى الستريب عامل زي الشيت بالظبط، السمك متفق مع السمك ان هو لازم يبقى اقل من 6 ملم، ولكن مختلف معاه في الويتس بتاعه اللي هو الاتساع بتاعه او العرض بتاعه. طبعا اديني بقى الطول زي ما انت عاوز مفيش مشكله. يبقى تاخد بالك من الست تعريفات دول، يبقى عندي انبوت الاول خالص مفروض، ثم الـ هنا الشرطه دي جميله كويسه قوي، توضح لك ترتيب العمليات ازاي. يبقى انت عندك هنا من الكاستنج الكونجستر كده بتحصل على حاجه بنسميها الانجوت. عن طريق الانجوت اقدر احصل على السلاب، وقلنا تعريفه، والبلت والبلوم. السلاب السلاب ده انا بحصل منه على بقى البليت والشيت وبعض البايب اللي موجوده عندي، وخلي بالك من والستريب والشيت والبلت وكل الكلام. يبقى اقدر احصل، يبقى ده بحصل منه من السلاب. يبقى عندي اول حاجه بسميها الانجوت، وهو ده المصدر بتاعنا الاساسي واللي بيجي من عمليه الكونتينوس كاستنج، ثم من الكونتينوس كاستنج ثم بيخش في مراحل بقدر اخد منه السلاب ثم البلت او البلوم. كل واحده من دي بتخش بقى في مرحله ثانيه عشان احصل على المنتجات اللي حضرتك بتشوفها في عند الجماعه بتوع الخرده، بتوع الاعمده، بتوع الماتيريال اللي بيبيعوا مبارات معينه، بيبيعوا منتجات معينه. يبقى انت عندك هنا ادي السلاب، بيخرج منها البلت، بيخرج منها الشيت، بيخرج منها بعض الستريب، بيعمل لو انت اخذت الشيت ده ولفيته على طريق تو رولز كده معينين بقدر احصل على البايب اللي موجود عندي، وبقدر احصل برضه زي ما قلنا عندنا البليت والشيت. البلت اللي موجود عندي بحصل منها بقى على الرود والبارز.
كل البارز اللي انت في البارز اللي انت شايفها بقى بالمقاطع المختلفة، مقطع مستطيل، مقطع مربع، مقطع مش عارف سداسي، يبقى بقدر احصل من هنا من كل الرود والبارز هنا بقدر احصل منها على من البلوم. البلوم بقى هنا المهم قوي الحاجة الاستراكشر. الاستراكشر عندي مثلا قضبان السكة الحديد، اللينكج اللي موجودة في اللي زي ما تشاف الكباري اللي هي كلها عبارة عن الستيل بريتش، الكباري اللي هي الستيل واحد كلها جاية من البلوم اللي هو ما يسمى بالاستراكشر بارتس اللي احنا مش فهتاخد بالك من الترتيب. انا طبعا ما اقولش شوف الرسمه دي كلها، لا، بس انا عاوزك تبقى عارف ايه شكل السلاب، البيلت، البلوم، ثم تعريف كل واحده، وتبقى عارف برضو الشرط دي في ذهنك انت السلاب ده انا باخد منها ايه، يبقى كل الشيتس البليتس جاي منها، ثم البيلت اللي باخد منها البار والروز اللي موجوده عندي، ثم عندي البلوم باخد منها اللي هو الاستراكشر بارس اللي هي زي ما قلنا زي بتاع القبال السكه الحديد، زي الحاجات اللي بتستخدم في البريدج الموجوده اللي احنا بنستخدم. عندنا التمبريتشر في عمليه الفورمنج مهمه جدا. عندنا عمليه الفورمنج بتتقسم يعني بنقسمها الى ثلاث حاجات، يعني بعض الكتب قايله حاجتين اثنين هي هوت والكولد، لكن كلمه كولد دي احنا بنقسمها لحاجتين مع بعض هنا. يبقى عندي ما يسمى التمبريتشر بتلعب دور، زي ما انت شفت انت التمبريتشر مهمه جدا جدا، بتتحكم فيه او بتقدر تغير لي او تعدل لي اليلد ستريس، وتقدر برضو نفس الكلام وما يسمى اللي احنا قلناها قبل كده انت محتاج اليلد استرينس وفي نفس الوقت الدكتيلتي، عشان اخلي المعدن الدكتيلتي بتاعته كويسه وتشتغل معايا كويس يبقى محتاج ان انا ارفع درجه الحراره، الا لو المعدن وهو في الـ يعني درجات الحراره المنخفضه الدكتيلتي بتاعته تبقى كويسه، المعادن اللي هي زي الالومنيوم، بعض المعادن الكبر، بعض المعادن كده اقدر ان انا يبقى يعني اليلد بتاعها اصلا منخفض، فبالتالي بقدر اتعامل معاها بدون فرنج بسيط جدا من الحراره. عمليه الميتال فورمنج متقسم اساسا الى حاجتين مهمين، ما يسمى بالهوت والكولد بروسيس. يبقى اند اوف ميتال اوبريشن كان بي كومبليش ويز لوور فورس اند باور ات اليفيتد تمبرشر، يبقى برفع كده درجه الحراره يبقى انا هحتاج فورس قليله شويه، هحتاج باور قليل. عندنا ثلاثة رينج بنقسم كده، هما اساسا بعض الكتب او بعض المراجع قايل ان هي هوت وكولد، وفي بعض المراجع او ليها تفاصيل اكتر ما يسمى بالهوت ووركينج والورم ووركينج والهوت ووركينج، يبقى الكولد والورم والهوت. يبقى احنا عندنا في بعض الناس واخدين الاثنين دول كده مع بعض كده هنا اللي هو الكولد والورم ومسمينها كولد، يبقى عندك الهوت ووركينج. ايه الفرق ما بينهم بقى الاثنين؟ هنشوفها دلوقتي. يبقى عندي هنا في مميزات، في مميزات للكولد وللهوت، كل واحده ليها مميزات كل واحده ليها عيوب. وزي ما هنشوف دلوقتي امتى اقول ان دي كولد، امتى اقول ان دي هوت، امتى اقول ان ديت ورم، هنشوفها دلوقتي. بس نفهم الاول هل الكولد وركينج يعني دايما بتتم زي ما قلنا، الراجل بيقول هنا كولد وركينج بيرفورمد ات روم تمبريتشر اور سلايتلي اباف. يبقى عندي هنا يبقى سواء درجه حراره الغرفه العاديه او اللي احنا بنرفعها حاجه بسيطه، كام؟ هنشوف دلوقتي الارقام. ليها مميزات طبعا لان مشاها كولد، ففعاله الكولد طبعا ممتازه كويسه جدا، بس احنا زي ما قلنا لو كانت المعدن بتاعك السنس بتاعه عالي فيبقى مقاومته بتاعته عاليه شويه هيتعبك شويه. لكن لو في بعض لكن لو انا بشغل كولد طبعا افضل. ليه؟ ما بستخدمش حراره، الحراره ما بتديش فرصه ان يحصل اي اوكسيديشن موجود على السطح، ما بيديش بور سيرفيس فينش، في بيديك ميزه وكل عمليه لها ميزه وعيب. يبقى الادفانتج بتاع الكولد بيتر اكيورسي، يعني بحصل بدقه عاليه جدا وبحصل ابعاد كويسه جدا. السيرفيس فينش اللي انا بحصل عليه بالكولد افضل بكتير من الهوت. ليه؟ بس زي ما هتشوف دلوقتي، بس الهوت هتقول لي طب نعمل كله كولد، ما يا ريت اعمل كله كولد، لكن المهم السترينس بتاع الماتيريال. لو انت محتاج، لو انت السترينس بتاعه عالي فانت محتاج فرصه عاليه، محتاج ماكينات الباور بتاعها عالي، وبالتالي هتبقى الفلوس بتاعتك هتبقى اعلى شويه. اذا كان المعدن عايز تجيب ليا وانا بشتغل كولد يبقى خير وبركه. انا ما بلجاش للهوت الا لو كنت مضطر استخدم هذا المعدن لخصائص معينه مميزه فيه، بس هيتعبني في عمليه التشكيل، يبقى انا في الحاله دي لازم ارفع درجه حرارته. درجة الحرارة يعني هشكله كل حاجة، لكن ممكن يبقى سطحه مش جيد كفينش، فبضطر ان انا اعمل له عملية فينش، احدى عمليات التشطيب او عملية الماشيننج، اشطب وكل حاجة، لكن المهم انا بالهوت انا حصلت على شكل المنتج بتاعه.
يبقى عندي هنا ادي يبقى بيتر، يبقى نخلي بالك من الادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل واحده منهم. بيتر اكيورسي، بيتر سيرفيس فينيش، طبعا طبعا السترينس والهاردنس بتزيد، بتبقى كويسه جدا. هنا برضو حته مهمه، نو هيتنج از ريكوايرد، انا مش محتاج حراره، ودي طبعا هيوفر له الافران اللي انا هحطها على الستربين. في ديس ادفانتج، طبعا ديس ادفانتج المهم، هاي فورس اند باور، انا محتاج فرصه. لو انت هشتغل والله، اذا كانت الماتيريال بتاعي اصلا يعني السترينس بتاعه مش عالي او الهارد بتاعته مش عالي واقدر اعمله كولد خلاص، وانا عندي ماكينات يعني افيلبل موجوده عندي والباور بتاعها يقدر يتعامل مع هذا الماده في الكولد، يبقى خيره بارك. اما اذا كانت انا الماكينات اللي عندي او الباور بتاعها يعني منخفض شويه وهيبقى صعب عليا ان انا اشغل هذا المعدن كولد، يبقى انا في الحاله ديت لازم ارفع درجه حرارته شويه. هنا بيبقى عندي limitation to the amount of forming additional، طبعا هنا زي ما قلنا limitation لان انا ما اقدرش، لو كان المعدن عادي الصلادة انا مقيد، مش هقدر ان انا انفذ هذه العملية، مش يبقى الكولد مش لكل العملية، ما اقدرش اعمل لكل العملية. برضو هنا بيقول and some material are not capable of cold work، في بعض العمليات خالص صعب material لا يمكن اقدر اتعامل معها وهي على الكود، يبقى تاخد بالك من الادفانتج بتاع الكود. بعد كده عندنا الورم، خلينا بالنا بقى ايه الورم. بص بقى هنا بقى احنا عندنا حاجه بيسموها هنا ريكريستلايزيشن تمبريتشر، هي هم اول حته دي. كل الكود والورم انت بتتم رفع درجه حراره المعدن ولكن اقل من بلو، اهي بلو ريكريستال دي بيسموها يعني نقطه او درجه حراره اعاده التبلور للجزيئات بتاع الماده او ذرات الماده. يبقى عندي حاجه في كل ماتيريال تسمى ريكريستلايزيشن تمبريتشر. اذا كنت انت هتسخن المعدن بلو ريكريستلايزيشن، يبقى ده في بعض الكتب قال دي كولد. لو انا بشتغل بقى كولد وورم، كولد وورم، فانت لو سخنت المعدن من اول درجه يعني روم تمبريتشر لغايه اقل من 3/10 من الميلتنج، من الميلتنج التي ام اللي انت عن اللي هنا موجوده عندك هنا، ادي التي ام دي بيسموها الميلتنج بوينت، كلمه التي ام ميلتنج بوينت. يبقى لو انا كل معدن له درجه انصهار، برضو في ده في الماتيريال داتا هاند بوك، كل معدن من المعادن في تيبلز كده موجوده وكل حاجه، كل نوع من انواع المعادن سواء الالومنيوم اللويز كلها، كل سبيكه معينه سواء الستيل اللويز او الستيل والكاست ايرون، كل المعدن من المعادن له درجه انصهار معينه. درجه الريكريستلايزيشن تقريبا قريبه من نص درجه الانصهار، نص درجه الانصهار. اذا انت لو انت سخنت المعدن بحيث يبقى اقل من 3/10 من درجه الانصهار اللي هي تي ام، انت شغال كولد. لو انت من 3/10 لغايه اقل من 5/10 انت شغال وورم. من اول 5/10 لاعلى شويه، طبعا ما وصلش للميلتنج، لو وصلت للميلتنج لا مش هتبقى عمليه تشكيل، ده مش عارف عمليه الكاستنج. اذا سخنت المعده من 3/10 لغايه اقل من 5/10 انت شغال وورم. فوق ال 5/10 ده هو ده بيسموه الهوت فورمينج او الهوت ديفورميشن. يبقى هي دي الريكريستلايزيشن. خلي بالك بقى هنا من ريكريستلايزيشن تمبريتشر، دي تقريبا نص الميلتنج تمبريتشر. اذا سخنت تحتيها بعد كده قال لي انت كل ده شغالين كولد. لو انا شغال بقى هشتغل بكولد وورم، يبقى انا للكولد لغايه اقل من 3/10 من الميلتنج، من 3/10 لغايه اقل من 5/10 اللي هو الريكريستلايزيشن تمبريتشر، يبقى انت شغال وورم. اذا عديت الريكريستلايزيشن تمبريتشر يبقى انت شغال هوت. يبقى ده نخلي بالنا من لو ادفانتج، تاخد بالك طبعا بقى انت رفعت الحراره شويه، فانت متوقع ان يبقى اليلد بتاعك اقل، الدكتيلتي بتاعتك بقت حلوه، يبقى في الحاله ديت لو فورس اند باور، الحته دي كويس. مور كومبلكس شيب نو قليل الازرع، يبقى اقدر اعمل يعني اشكال معقده شويه ما كنتش اقدر اعملها في الكورد الاولانيه. لغايه دلوقتي نو انيلينج از ريكوايرد، انت مش محتاج تخمير ولا درجه ولا تعمل اي معالجات حراريه ولا حاجه، لان انت ما بتعرفش حراره قوي يعني. الديس ادفانتج اللي انت محتاج افران، اللي انت هتستثمر فلوسك ومحتاج تشتري افران ترفع درجه حراره اعلى شويه. يبقى سام انفستمنت ان فيرنس از نيد.
بعد كده عندنا الهوت. الهوت ده ووركينج، يبقى احنا عندنا كولد عندنا وورم وعندنا هوت. الهوت الهوت ووركينج لازم اسخن فوق الريكريستاليزيشن تمبرش اباف ريكريستاليزيشن تمبرش. وقلنا بقى هنا ريكريستاليزيشن تمبرش اباوت 1/2 اوف ميلتنج بوينت، يعني نص الميلتنج بوينت. يبقى انت لو سخنت المعدن اكبر من الريكريستاليزيشن تمبرتشر اللي هي تقريبا نص درجه حراره الانصهار هنا، طبعا لو ممكن تعلى بقى شويه عنها بس ما وصلش للميلت، لو عملنا ده اباف المنطقه يبقى انت شغال هوت. طب ايه الميزه في الهوت؟ طبعا الميزه في الهوت زي ما قلنا بقى، انت هيبقى عندك اليلد قل قوي، وخصوصا للمعادن اللي هي اليلد بتاعها عالي والستريس بتاعها عالي، يبقى اقدر اشغلها، الدكتيلتي بتاعتها هتتحسن فتبقى سهله معايا ان انا اشتغل فيها. فاول حاجه تاخد بالك منها هي ان انت تبقى عارف الفرق ما بين الكولد والورم والهوت، وتبقى عارف الادفانتج والديس ادفانتج بتاع كل واحده. ديت ان شاء الله انا يعني مش هكبر قوي في المحاضرات المسجله، لكن احنا عندنا اكتر من محاضره تتعلق بالموضوع اكنها محاضره اللي يعني في المدرج، لكن ما اقدرش يعني ندي كل يعني هسجل جزء اخر او الجزء الثاني على طول عن كامل وراه، لكن عشان بس السايز بتاع الفايل ما يبقاش يعني كتير ونقدر نعمل عمليه الرفع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.